متى يصبح الذهب محرما على النساء فضيلة الشيخ؟ الذهب ليس حراما على النساء، بل هو مما أحله الله لهن. قال الله تعالى في كتابه: أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين، يعني المرأة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، فلها أن تلبس من الحلي ما شاءت إلا أن يكون محرما بعينه أو بوصف. فالمحرم بعينه مثل أن يكون هذا الحلي على صورة حيوان، ثعبان أو أسد أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن لبس الصورة أو ما فيه صورة محرم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وإذا ابتليت المرأة بحلي على شكل صورة حيوان، فإن بإمكانها أن تذهب به إلى الصاغة ليغير هذه الصورة، إما بتصنيعه إلى وجه آخر، وإما بحث رأس هذه الصورة حتى تكون بلا رأس، فإن الصورة إذا أزيل رأسها فهي حلال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. أما الحلي المحرم لوصفه فهو أن يكون بالغا حد الإسراف، فإنه إذا خرج إلى حد الإسراف صار محرما، لأن كل مباح يخرج به الإنسان إلى حد الإسراف يكون محرما، لقوله تعالى في الأكل والشرب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. ونفي محبة الله للمسرفين يقتضي كراهة فعلهم، وأنه لا يجوز، لأنه عرضة إلى انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى عن فاعله، عن فاعل الإسراف. هناك شيء محرم للكسب من الحلي، وهو أن يكون الحلي مسروقا أو منهوبا أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا حرام. فصار الأصل في حلي المرأة أنه يباح لها من الذهب ما شاءت، إلا في الأحوال الثلاثة، وهي ما كان محرما لعينه أو لوصفه أو لكسبه. فالمحرم لعينه كما أسلفنا هو ما كان على صورة محرمة، مثل أن يكون على صورة حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك. والمحرم لوصفه أن يكون بالغا حد الإصرار. والمحرم لكسبه أن يكون مكتسبا بطريق محرم كالسرقة والنهب والغصب وما أشبه ذلك.